بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. تقارير تتحدث عن دخول الولايات المتحدة في أزمة مالية وركود اقتصادي لم يسبق لهما مثيل، وبايدن ينفيه. تأكيد روسي سعودي على الالتزام بقرارات أوبك بلس للحفاظ على استقرار سوق النفط. سجال حول سفينة محملة بالدقيق والشعير رست في مرفأ طرابلس. أوكرانيا تتهم الشركة المالكة بسرقة الحمولة وشركة تنفيه. أهلا بكم. جدال بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واقتصاديين حول دخول البلاد في ركود اقتصادي في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من هذا العام، والبيت الأبيض يحاول تهدئة المخاوف بالاستناد إلى أرقام انخفاض نسب البطالة وارتفاع الدخل العام. تقرير محمد كريم. صدور البيانات الفيدرالية التي أشارت إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي بنسبة أقل من 1% في الربع الثاني، مسجلة تراجعا بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الحالي، أوجد شبه إجماع لدى خبراء الاقتصاد على أن الولايات المتحدة تدخل في حالة ركود، فيما حاول البيت الأبيض مواجهة هذه الاستنتاجات بنفي ذلك. دعوني أتحدث بشأن الناتج القومي العام. وإن كنا قد عبرنا مرحلة الركود، رئيس الاحتياطي الفيدرالي وشخصيات مصرفية يقولون إننا لسنا في مرحلة كساد. يحاول البيت الأبيض الترويج لبيانات ارتفاع الدخل العام وانخفاض نسب البطالة كدلائل على مسار انتعاش اقتصادي، لكن ما يفهم من هذه الأرقام كما يراها خبراء اقتصاديون هو أن البلاد قد دخلت في الركود، فيما يشعر المواطن العادي بوطأة التضخم لارتفاع الأسعار التي كلفت العائلة الواحدة ما مقداره 500 دولار إضافية شهريا. بدأنا نلحظ تدهورا في قيمة المنازل السكنية، والمستهلك الأمريكي يلجأ إلى تقليص كبير في حجم الإنفاق خلال الشهور المقبلة. أما الاحتياطي الفيدرالي فوجد نفسه بين المطرقة والسندان، يتعين عليه السيطرة على التضخم ورفع كلفة القروض لتقليص طلب المستهلكين، وهذه الوصفة ضرورية لإبطاء عجلة الاقتصاد. بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقدم على محاولة رابعة لمعالجة التضخم وخفض الأسعار عبر رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، خطوة تعني وضع تكاليف إضافية على الأمريكيين، ولا سيما أولئك الذين يقترضون المال من البنوك. يستمر الجدل بشأن دخول أمريكا مرحلة الركود وعدم اليقين بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، رغم محاولات الإدارة تمرير حزمة انفاق جديدة تصل الى 370 مليار دولار لعلها تساعد في انعاش اقتصادي. محمد كريم، واشنطن، الميادين. هذا وانكمش الاقتصاد الامريكي مرة اخرى في الربع الثاني من هذا العام وسط محاولة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم، ما زاد المخاوف من أن الاقتصاد دخل بالفعل في ركود. وزارة التجارة الأمريكية قالت إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنسبة 0.9 على أساس سنوي في الربع الثاني، وعكس الانكماش في الربع الثاني تحولا في سلوكيات المستهلكين والأعمال. وكان عمدة نيويورك أريك آدامز قد انتقد نفي الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود ركود، وقال إن البلاد دخلت في أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور كامل وزني. أهلا بك دكتور وزني. الأرقام تشير إلى دخول الولايات المتحدة في ركود أو إلى استمرار حالة الانكماش، على ماذا يعول بايدن عندما ينفي ذلك؟ يعني بالتأكيد الأرقام تقول بأن الأزمة الأوكرانية قد انعكست سلبيا على الاقتصاد الأمريكي، باعتبار أن اليوم أسعار الطاقة وأسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي بعد ما حصل مع كوفيد، وعملية ضخ الأموال الكبيرة أدت إلى تضخم. فلذلك هذا الطباعة المتمادية في طباعة الأموال أيضا انعكست سلبيا في عملية إدارة هذه الأزمة. لكن اليوم العالم
دخل في أزمة كبيرة، تباطؤ اقتصادي على مستوى العالم. وباعتقادي أن الإدارة الأمريكية ربما تحاول أن تكفي هذا الموضوع، لكن القرار الذي اتخذ من قبل البنك الفيدرالي برفع الفائدة بثلاث أرباع من 1% يدل بأن التضخم يعني حقيقي، والسرعة التي اتخذ فيها هذا القرار بأن عملية معالجة الأزمة سوف تكون أو تؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي باعتبار رفع الفائدة. نحن اليوم 2.25، يعني ربما هناك احتمال لرفع مزيد من الفائدة، هذا ينعكس. ولكن إلى متى يمكن أن يستمر المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ولا سيما أنها ترخي بثقلها على كاهل المواطن، ولا سيما من يحتاج إلى الاقتراض للإنفاق؟ يعني طبعا الولايات المتحدة لا ننسى أنها ضخت يعني في العشر سنوات الماضية أكثر من 15 تريليون دولار زيادة في المديونية، والمديونية الأمريكية قاربت 31 تريليون دولار. يعني هذا سابقة في يعني السياسات النقدية على مستوى العالم. فلذلك إذا رفعت الفائدة هذا لمعالجة تراكم التأخر في معالجة هذه الأزمة. فباعتقاد اليوم هناك انتقادات كبيرة للسياسات النقدية بأنها تأخرت في معالجة التضخم، لكن اليوم نتحدث عما يسمى stagflation، هو التضخم الانكماشي. وباعتقادي أن البنك الفيدرالي قد يستمر في دفع الاقتصاد إلى الانكماش على أن لا يكون هناك تضخم، لكن هذا الأمر ربما له مساوئ عديدة. لكن أزمة التضخم لا تنتهي إلا بحل سياسي على الجبهة الغربية الأوكرانية الروسية، لأن اليوم رغم كل ما حدث النفط ما زال فوق $100، واليوم 108 دولارات، وهذا يعني مهدد بالارتفاع لأن حجم المعركة في أوكرانيا كانت تتجه إلى حرب نووية مع تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الطاقة، وارتفاع الطاقة دائما يشكل عامل تضخم وانكماش في نفسه. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور كامل وزني، كنت معنا من بيروت. أكدت روسيا والسعودية التزامهما الراسخ بهدف اتفاق أوبيك بلس للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية واستعادة توازنها، وذلك عقب اجتماع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على أن يعقد تحالف أوبيك بلس اجتماعا في الثالث من الشهر المقبل لمناقشة مستقبل اتفاقه للحد من إنتاج النفط. نفت شركة لويل أجرو للحبوب ومقرها تركيا أن تكون حمولة السفينة من الشعير والدقيق التي رست في طرابلس شمال لبنان قد سرقت من أوكرانيا، وأضافت أنها استوردت 5000 طن من الطحين مصدرها روسيا لبيعها لمشترين لبنانيين من القطاع الخاص وليس للحكومة اللبنانية. وكانت السفارة الأوكرانية في بيروت قد طالبت السلطات اللبنانية بتوضيح الظروف التي سمحت بموجبها لسفينة قالت إنها سورية وإنها تحمل شعير وطحينا مسروقا من الأراضي الأوكرانية بأن ترسو في ميناء طرابلس. إلى قطاع غزة، حيث تصارع المصانع من أجل البقاء في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والحصار الخانق الذي يهدف إلى تقويض القطاع الصناعي، أحد أهم القطاعات المساهمة في الناتج القومي المحلي. التفاصيل مع أحمد غانم. لم تكتفي إسرائيل باستهداف مصانع غزة خلال اعتداءاتها المتكررة، بل عمدت عبر حصارها إلى القضاء على ما تبقى من الحركة الصناعية عبر تقييد دخول مئات الأصناف من المواد الخام، فضلا عن منع إدخال معدات وماكينات جديدة. حصار دفع بعض المصانع إلى خفض طاقتها الإنتاجية بمستوى كبير. إسرائيل بتحط علينا ضرائب عالية جدا، احنا بنجيب مكن برا، لكن صعوبة بدنا نقدم تنسيق أمني وناخد موافقة أمنية تقعد 6 شهور. الشركة أصبح يعمل بها خط إنتاج واحد من ضمن 3 خطوط، ثلث أو أكثر من الثلث من الحجم الإنتاج في داخل المنشأة الصناعية توقف.
وعلاوة على فرض إسرائيل ضرائب كبيرة على المواد التي تجتاز الفحص الأمني، فهي تواصل أيضا فرض قيود كبيرة على حركة الصادرات عبر تحكمها في المعابر، قيود تؤكد الجهات المختصة أنها تهدف إلى تقويض قطاع الصناعة المشغل الأكبر للعمالة في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال يمارس هذه السياسة لتقويف وشلل حركة المصانع داخل قطاع غزة، ويؤدي إلى تفاخم البطالة في قطاع غزة. نحن نريد ونناشد المجتمع الدولي لفتح التصدير خارج قطاع غزة حتى تزداد عمل المصانع وتزداد الازدهار وتشغيل أكبر عدد من العاملين. ويمثل تأخر إعادة إعمار المصانع التي دمرها الاحتلال عاقبة كبيرة أمام النهوض بالقطاع الصناعي. وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن تعميق تبعية اقتصاد غزة للاحتلال عبر جعله سوقا استهلاكية لا إنتاجية هدف سعت إسرائيل ولا تزال إلى تحقيقه عبر استهداف القطاع الصناعي وتعميق حصاره. أحمد غانم، غزة، الميادين. أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، وقالت الوكالة إنه من الممكن الآن أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من العام الحالي، تجنبا لتناقص الاحتياطي التونسي وقيمة العملة الوطنية ورغبة المقرضين الرسميين بدعم تونس بعد الموافقة على الدستور الجديد. بهذا نختم النشرة، شكرا وإلى اللقاء.